نتحول إلى الشن السوري الآن، حيث واصلت المعارضة المسلحة تقدمها في ريف حماة، وذلك بعد تمكنها من السيطرة على قرية عطشان بعد معارك شنتها الليلة الماضية على قوات النظام. المزيد في التقرير التالي. سيطرة المعارضة المسلحة على قرية عطشان في ريف حماة هو العنوان الأبرز في الساحة الميدانية السورية. يأتي هذا التقدم بعد يوم من سيطرة المعارضة على بلدة مورك وتلسكيك بريف حماة وأسر عدد كبير من قوات النظام، في حين أفادت مصادر محلية في المدينة أن قوات النظام انسحبت من عدة قرى قريبة من قرية عطشان. وبالانتقال إلى ريف إدلب الجنوبي الذي يشهد قصف عنيف من قبل قوات النظام بمساندة جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين. من جانبها أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد القتلى من المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية في ريف الرقة إلى 42 مدنيا خلال الشهر الجاري. هذا وتشهد المدينة اشتباكات ومواجهات بين قوات المعارضة من جانب وقوات النظام ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من جانب آخر. أما في دوما فيسارع هؤلاء الأشخاص لإنقاذ المدنيين الذين سقطوا جراء قصف للطيران الروسي أدى إلى مقتل وجرح العشرات. ومع استمرار مسلسل القتل في المدن السورية جراء القصف الجوي للطائرات الروسية ودعم عسكري لقوات النظام، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن التحالف سيزود تنظيم قوى سوريا الديمقراطية المعارض بمزيد من الأسلحة والذخائر.